استاذ هلال. ايوه انا منظور شكري لواء سابق في وزاره الداخليه. امر الحقيقه انا كنت عند الاستاذ دراز دلوقتي وقال لي انك مدير التحرير وان نهى بنتي بتشتغل مع حضرتك. نهى منظور، اهلا وسهلا، اتفضل. اشكرك يا فندم. الحقيقه انا ودراز اصحاب من زمان. نهى بنتي اول ما اتخرجت من الجامعه قدمت لها رؤساء تحرير كتير عشان يشغلوها، لكن للاسف كانت مجرد تعرف ان انا موصي عليها تروح سايبه الشغل. فكلمت لها دراز عشان ياخد باله منها وما يبينش انك انت موصي عليها. بالظبط كده يا فندم، وارجو ان ده يبقى سر بينا. طبعا حضرتك مقدر خوفي عليها قد ايه؟ انا مقدر طبعا. ايه المطلوب مني؟ ادخل. استاذ هلال انا كنت جايبه لحضرتك. بابا تاني؟ نهى مين؟ انا كنت جاي عشان تطمن على الطفله. نهى ما فيش داعي للكلام ده، والدك وخايف عليك زي اي اب. انا مش صغيره يا استاذ هلال عشان احتاجه يراقبني في كل حته اروحها. لو حضرتك جاي عشان توصي عليا فشكرا، ما كانش له لزوم تتعب نفسك. نهى فاهميني انا غلطان، بس انا عايزك تبقي مرتاحه. وهي فين الراحه دي؟ انا مش عايزه منك توصيه في اي حاجه في حياتي. ما يهمكش، انا هتكلم معاها. ممكن اقعد ولا هتتعصبي عليا انا كمان؟ العفو يا استاذ انا ما اقدرش. اتفضل. انا في قضيه بحقق فيها وعايزك تساعديني. بجد؟ بجد يا استاذ؟ يا ريت. طبعا انا عايز اعترافات المتهم دي كلها اثناء التحقيق معاه. حاضر، هعمل سيرش على النت حالا وهعرف كل حاجه. لا سيرش ايه؟ سيرش ايه؟ كده هتتعبي نفسك على الفاضي، الحاجات دي اصلا ما اتنشرتش. طب انا هوصل لها ازاي؟ الصحفي الشاطر هو اللي يقدر يوصل لمصدر المعلومات اللي تفيده في التحقيق. ايوه بس انا ما اعرفش حد بخصوص القضيه دي. لا تعرفش اللي هو منظور شكري. هو جاي بقى النهارده عشان كده. انا اسفه يا استاذ مش هقدر اساعدك. طيب انا اسف، كنت فاكرك بتحب شغلك. استنى يا استاذ ما تزعلش مني، بابا دايما بيتدخل في كل حاجه في حياتي وبيساعدني في كل حاجه بعلاقاته، ودي المره الوحيده اللي بدات اختار فيها برغبتي انا. هو دلوقتي بالنسبه لك مصدر مش باباك. هتتعاملي معاه كمصدر ولا انه باباكي؟ مصدر. خساره، كنت عايزك تتعاملي معاه انه باباكي. شكرا. ما كانوش كام يوم اللي هتأجلوا دول يا صابرين؟ أو على الأقل نستغل اليومين دول في إن الشقة تكون اتفنشت ونتجوز بعديها على طول. ومين أصلا قالك إن أنا مستعجلة على الفرح؟ أنتِ. أهلا بك يا محمود. لا على فكرة براحتك يعني. لا. خالص. يا أبو صابرين. يا بنتك مش عايزة تفرح ولا إيه؟ لا يا حبيبي والله أنا نفسي. بس هي اللي مصرة تتجوزك. ايه يا ماما؟ انا قصدي حبيبي يعني ان انت على طول مشغول مشغول، يعني هتشوفك امتى وتفرح امتى وتتجوزوا امتى؟ ما تحضرنا حضرتك يا اخي. الراجل اللي اسمه هلال كامل ده بسم الله ما شاء الله بيقول كلام درر عين العقل، لازم تقرا له يا رؤوف لازم. انا متابع مقالاته بقالي فتره طويله لدرجة إن أنا بقيت أشتري جورنال نبض الشعب ده مخصوص علشان أشوفه كاتب إيه. خد اقرا يا رؤوف وتمخمخ، وحاجة بقى تخليك تصبر على الهم والغم اللي أنت داخل عليه. يا بابا إيه هو الجواز بقى هم؟ سمع يا ست الكل. سيبي يا حبيبتي يتبحبح، هو إحنا برضو مش لينا أوضة تلمنا؟ اقتلوا ظباطه، انا بقول لكم على الهواء اقتلوا ظباطه.
أنا عايز أقول لكل زوجة ضابط جوزك هيتقتل النهاردة، لأ بكرة، آه بعد بكرة هيتقتل جوزك، هيتقتل هيتقتل. أنا عايز أقول لكم بس إنه تحرك النهاردة تحرك إيجابي بجد، اقطعوا عليه كل حاجة، كملوا اقتلوا ظباطه. الشر، أعوذ بالله من كلامك اللي زي السم. لا إله إلا الله، أنا مش فاهم، مش فاهم الناس دي عاوزة مننا إيه؟ ما يسيبونا في حالنا بقى، ده إيه القرف ده؟ بيحاولوا يعني يخوفوا الظباط، مش عارفين ان احنا بنضحك لما نسمع الكلام ده. وانت بتضحك؟ ايه ده؟ تعالى تعالى، هو ابو نسب عندنا. وانا اقول الشارع منور ليه؟ يا راجل. الراجل اللي انت قلت لي عليه مالوش حاجه. ازاي؟ ده زملائنا كلهم بيشتكوا منه. انا بقول لك بقى، نضيف ولا ليه دعوه باي حاجه خالص. ادخل. اتفضل يا هل، طبعتهم لك وبالالوان كمان، عند الجمايل بقى. واحد اتنين تلاتة، كويس، متشكرين. محتاج حاجة تاني؟ يلا قطع صاحبني. وانا طول يا هلو. على فكرة انا كان ممكن ارد على والدتك في اللي عملته معايا، بس انا اجلت ردي بنجاحك في الثانوية، وهي مستنية تشوف نتيجة وعادك معايا. ما مش معقول كمان يا زيزو تقعد ثلاث سنين يعني. حاضر. هو اللي مضى على موافقة الدخول، وإنهم هيخلوه هو كبش الفدا للقضية. وهي دي يا حبيبتي كل المعلومات اللي انت طلبتيها. مرسي يا بابا، مرسي قوي. الله، أنا لو عارف إن المكافأة هتبقى بالحلاوة دي كنت قلت لك أرجوكي اطلبي معلومات لـ 24 ساعة بحالة. ايوه حبيبتي، عايز اشوف دايما اللي بتساوي الحلوه دي على وشك. وحد يكره يبقى مبسوط؟ انت عارف يا بابا غصب عني. انا عارف، انا السبب يا حبيبتي في كل اللي حصل. ايه ده، احنا هنقلبها نكد بقى ولا ايه؟ وبعدين خلي بالك انت لغايه دلوقتي لسه بالنسبه لي مصدر. مصدر بس؟ احلى مصدر في الدنيا. الله، يا حلاوه كلامك يا حبيبتي. يلا بقى ما تعطلنيش، خليني ادخل اشوف شغلي. اتفضلي حضرتك. السلامة يا حبيبتي. السلامة. الحقيقة يا هلال يا أخويا، أنا مش عارف أشكرك على موقفك اللي عملته مع بنتي ده إزاي؟ بنتي ما قعدتش معايا القعدة دي من سنين، أنت قلت لها يا راجل أنت؟ أنا كل اللي قلته لها تنسى إنك أنت أبوها وتتعامل معاك كمصدر. مصدر مصدر. ما دام جابت نتيجة ده المهم. المهم أنا عايز أخدمك خدمة على اللي عملته لي. قوم. المسجون اللي اسمه سعيد غنام اللي نوع سألتك عنه، أنا عايز تصريح عشان أزوره في سجن برج العرب. اشمعنى بالذات المسجون ده؟ أصلي في قضية كده بحقق فيها. عموما أنا هكلم لك مأمور السجن تقابله بصفة ودية يعني، ما أنتش محتاج تصريح ولا حاجة. عايز تقابله إمتى؟ بكرة الصبح.